مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي في هذا الصباح. وشعارات يا ابناء القبائل تتواجد وسن اللقاية، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 21 الخاص للبكار من مسافة 5 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية ومع أول المراكز والانطلاق الأول، تنطلق هنا مع البداية ومع أول المراكز، سوف تأتينا معلوماتها بعد قليل. ثاني المراكز وصلت القادمة والمنطلقة قنايم بشعار حمد بن علي بن جابر بن سالم الحنزاب، يقدم لنا قنايم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز أرى الأسماء المتقدمة والشعارات المنطلقة، وصلت هنا ارتقاء بشعار محمد بن بخيت الجربوع المري، وصل شعار الزعيري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت كيان خليفة بن حمد بن فران بن قريع المري، يقدم لنا كيان. خامس المراكز وصلت الفيصلية فيصل بن مهجع بن سليمان العنزي، يقدم لنا الفيصلية مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية ممدوحة بشعار علي بن محمد بن سيف الجفالي النعيمي، يقدم لنا ممدوحة مع البداية ومع أول المراكز وأول التحديات. ثاني الأسماء القادمة قنايم حمد بن علي بن جابر بن سالم الحزاب، يقدم قنايم مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة وغيرت وتسللت إلى الصدارة، هناك غير شعار الزعيري مع البداية، يقدم لنا ارتقاء. ما هنا محمد بن بخيت الجربوع المري يقدم لنا ارتقاء من غيرت واستلمت زمام الامور. ثاني المراكز شعار الحزاب. ثالث الاسماء وصلت ود محمد بن سهيل بن خيرات العامري، يقدم لنا ود. ذال رابع المراكز المنطلقة والمندفعة الفيصلية بشعار فيصل بن مهجع بن سليمان العنزي، يقدم الفيصلية مع رابع الأسماء ورابع الانطلاقات. خامس المراكز القادمة كيان خليفة بن حمد بن فران بن قريع المري، يقدم كيان مع خامس الأسماء. وتسللت القادمة شجون سعود بن عبد الله بن سعيد بن جروان الشامسي، يقدم لنا شجون مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. نتيجتنا الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لإحدى وتحديات ومنافسات هذا الصباح. شعارات يا ابناء القبائل وسن اللقاية تتواجد على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في رابع أيام هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. تنطلق هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة. نعود إلى مجريات وتحديات هذا الشوط، نعود إلى ارتقاء بشعار محمد بن بخيت الجربوع المري، يقدم لنا ارتقاء مع اول الاسماء واول التحديات. ثاني المراكز المنطلقة عفوية بشعار ناصر بن مبارك بن ناصر المنصوري، يقدم لنا عفوية مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات ومركز الوصافة مع عفوية. ثالث الأسماء وصلت الفيصلية فيصل بن مهجع بن سليمان العنزي، يقدم لنا الفيصلية مع ثالث الانطلاقات. رابع المراكز ود محمد بن سهيل بن خيرات الدودة العالي،
العامري يقدم لنا ود مع رابع المراكز خامس الاسماء القادمة والمنطلقة جبارة. اول ندى لجبارة محمد بن سعيد بن عبد الله العجمي يقدم لنا جبارة مع خامس المراكز، ولكن ارى الاسماء والشعارات غادمة هناك خلف دائرة النداء والاذاعة. وصلت الاسماء ووصلت الشعارات غادمة من اجل الفوز، من اجل الانتصار، ولكن لنا عودة مع البداية. ارتقاء المقدمة بشعار محمد بن بخيت الجربوع المري يقدم لنا ارتقاء مع الانطلاق الاول. ثاني الاسماء، ثاني الشعارات، عفوية ناصر بن مبارك بن ناصر المنصوري، وهناك بن خيرات من الجانب الاخر يقدم لنا ود بشعار محمد بن سهيل بن خيرات العامري. والعنزي يتسلل مع الفيصلية، فيصل بن مهجع العنزي مع ثالث المراكز، رابع المراكز شعار الزعيري مع ارتقاء خامس المراكز. وصلت القادمة والمنطلقة جبارة محمد بن سعيد العجمي، ولكن الكيلو متر الاخير والخطير نستفتح ابوابه. هناك البداية والمقدمة، عادت ارتقاء الى الصدارة الى اول المراكز، ارتقاء محمد بن بخيت الجربوعي المري يعود الى الصدارة الى البداية. ثانيا ود محمد بن سهيل بن خيرات العامري، والعنزي مع الفيصلية، فيصل بن مهجع العنزي، رابع المراكز جبارة محمد بن سعيد العجمي، وخامس المراكز القادمة والمنطلقة حجبة علي بن محمد بن عبد الله السديس يتقدم مع رابع المراكز. خامس الاسماء تكريم بادي بن تركي بن صهيب الدوسري، وصل بن صهيب مع الامتار الاخيرة، ولكن العنزي مع البداية، العنزي مع المقدمة، ولكن تكريم غيرت الى الصدارة بادي بن تركي بن صهيب الدوسري. ووصلت القادمة الوثبة علي بن حمدان بن سالم الوهيبي اللحظات الأخيرة، ولكن بن صهيب مع البداية مع الانطلاق الأول، والوهيبي مع هناك الوثبة علي بن حمدان بن سالم الوهيبي، ولكن بن صهيب مع تكريم. والسلام إلى السعودية، والسلام إلى هالي وادي الدواسر، واسعد الله صباحك يا مالك تكريم بادي بن تركي بن صهيب الدوسري. تهانينا والناموس لهالي ميدان وادي الدواسر على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت الوثبة علي بن حمدان بن سالم الوهيبي، وثالث المراكز الفيصلية فيصل بن مهجع العنزي، ورابع المراكز وصلت حجبة بشعار علي بن محمد بن عبد الرحمن السديس، وخامس المراكز الشاهينية بشعار إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك تكريم من آتتنا في الأمتار الأخيرة، وتكرم بادي بن تركي بن صهيب الدوسري بهذا الفوز وهذا الانتصار. وسلام يا ميدان وادي الدواسر، سلام. 7 دقائق 23 ثانية و73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك تكريم بادي بن تركي بن صهيب الدوسري، وسعد الله صباحك يا بادي على هذا الفوز. ثاني المراكز وصلت فيه الوثبة، والتوقيت الزمن واحد وصولها الى خط النهاية 7 دقائق 24 ثانية وثلاثة اجزاء من الثانية. تهانينا الناموس لعلي بن حمدان بن سالم الوهيبي من قدم لنا الوثبة، من احتل الثاني المراكز. ثالث المراكز وصلت فيه الفيصلية، والتوقيت الزمني 7 دقائق 25 ثانية و33 جزءا من الثانية. تهانينا الناموس لفيصل بن مهجع العنزي.